خير لك المتابعي زاغروس تي في، منرحب فيكم بحلقة جديدة من بروجرام آرت تايم. لكن بالبداية خلونا نرحب بالجمهور المتواجد معنا لليلة، من قلن أهلا وسهلا فيكم ومساء الخير. النجوم الساطعة في السماء ستبقى مضيئة لسماء الفن العراقي والعربي، كان ولا زال صوتها فريدا ومميزا، الشجن والدفء في أوتار حنجرتها أعطاها نغما ليس ككل الأنغام. رحبوا معنا اليوم بالنجمة رنا وليد. رح يكون معنا ضيف آخر، هذا الضيف من الطاقات الشبابية المهمة، على الرغم من اختلاف الثقافات واللغات إلا أنه مصر على إبقاء بصمته في الفن العراقي والعربي. رحبوا معي بالنجم الشاب هوجر إدوارد. مساء الخير بضيوفنا الكرام، بس طبعا حضرتك جنتلمان رح تسمح لي نبلش مع فنانتنا الجميلة رنا وليد. حياتي، أهلا وسهلا فيكي ست رنا. حبيبتي، حابين أول شيء يعني كبداية نتعرف على رنا وليد، احكي لنا عن نفسك عن حالك، خلينا نقول بطاقة تعريفية. والله رنا وليد هي إنسانة يعني تعشق الفن، تقدرين تقولين عائلة فنية يعني، والدي طبعا يكون عازف ربابة على مستوى يعني الوطن العربي اللي هو وليد، كلها الناس تعرفه، وتقدرين تقولين عائلة فنية يعني باختصار. الله يخليكم لبعض. تسلم يا ورد. وهل رنا وليد هو اسمك الحقيقي ولا الفني؟ لا الحقيقي. امتى او باي عمر حسيتي بانه رنا وليد هي مخلوقة للفن، موهبتها فنية؟ أنا بالبداية كنت أدرس يعني، فبصراحة ما كملت دراستي يعني من المتوسطة، كان والدي يعني يقعد بالبيت ويا الفرقة يعني أصدقائه يعني يجهز على الحفلات وكذا، فمن خلال هذا الفترة يجون يمنا الشباب يعني أصدقاء والدي اللي هم حسام خصاف، وسام خصاف أوجه لهم أحلى تحية، بيت الخصاف أكيد هم أصدقاء والدي المقربين، فيجون دائما للبيت، أنا كنت أدندن وياهم يعني. فبصراحة أنه ما كملت الدراسة بالمتوسطة، التجأت للفن. حكي لنا، هل أنت تمتلكي عائلتك الخاصة، أطفالك، عزبة؟ هو اكيد من غير المناسب تنسال الصبيه هيك سؤال، بس معلش حابين نتحشر اكثر. والله هي عائلتي الخاصه، هم عائلتي يعني مثل ما تقولين الاهل، بس يعني والدتي والدي اخواني، بس كزواج يعني لسه. ان شاء الله تكون سنه 2022 سنه حب إن شاء الله واخبار حلوه. آمين. بتخص آمين رنا وليد. امين يا رب. رنا، حابين نسمع شيء بصوتك هلا باستوديو آرت تايم. رح أسمعك فد شيء بسيط حتى شوية نفتح صوتنا. تفضلي. Thank you.
عشر سنين بحسابي أنا زين وباقي لهاليوم ما منها أعصابي زين وباقي لهاليوم ما منها أعصابي والكاف من البعاد مليت مليت ومن دونك ظلام البيت والله قلب للفرقة ما يحمل ما 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 يحمل قالت لي حبيب وياك حلوة ومرة تحمل ويل راحتك أنا ارتاح ولزعلك حبيب أزعل قالت لي حبيب وياك حلوة ومرة تحمل ويل راحتك أنا ارتاح ولزعلك حبيب أزعل خلاص عمره وين الوعد يا سمرة حبيبتي هل خلاص عمره قلوب للفرقة ما يحمل قلوب للفرقة ما يحمل قلوب للفرقة ما يحمل قلوب للفرقة ما شلت واتيليت وذا عالجيبات قدري تذكرين مراسيلي مسافر والطريق بعيد يا شلت واتيليت تذكرين بمراسلي وين الوعد يا سمرة حبيبتي شو خلاص عمره وين الوعد يا سمرة حبيبتي هل خلاص عمره قلب للفرقة ما يحمل قلب للفرقة شو هالأداء اللي بيجنن يا حياتي انت اضربتينا انت اللي تجننين والله بس اعذريني انا شويه الجو بارد باربيل انت تعرفين ومرشحة يعني صوتي تعبان بعد اذا صوتك تعبان وهالأداء كيف والله تعبان حياتي تعبان. حبيبتي بوجودك هذا يا قلبي هلا بننتقل لضيفنا الثاني اوغر ادوارد يا مساء الخير واهلا وسهلا فيك ببرنامج ارت تايم
أهلا وسهلا، شكرا. أوغر حابين نتعرف عليك، اسم أوغر بزن بالأشوري هو ملك أو عرش، عطينا معلومات أكثر عن حضرتك. طبعا من البداية شكرا لك، شكرا لقناة زاغروس، الفرقة الموسيقية، شكرا للمتابعين وأحلى جمهور على هاي الدعوة الحلوة، برنامج آرت تايم. اسم أوغر هو اسم آشوري، ملك آشوري قديم، الملوك الآشوريين القدماء، هو واحد من الأسامي الآشورية القديمة. نعم، اسم طبعا اسم نوعا ما غير فني بس عاطي ميكس حلوة مع الفن. حكينا عن حالك، شخص أعزب، متزوج، عنده أولاد، عطينا فكرة عن أوغر. أنا شخص أعزب، لا ما متزوج، من مواليد 96. التحصيل الدراسي عندي مخلص بكالوريوس آداب فرنسي ودبلوم إنجليزي. ميكس حلوة بين الفن وبين اللغات. نعم. إمتى حسيت حالك إنه حابب تصير فنان أو مطرب؟ طبعاً أنا قصتي تقريباً مشابهة لقصة رنا، يعني قريبة. أنا هم والدي يعني، بس والدي مطرب كان يغني، فنقدر نقول عائلة يعني فنية. يعني أنتوا لقيتوا التشجيع من الأهل؟ طبعاً إيه، بالبداية أكيد التشجيع أول شيء يجي من الأهل والأصدقاء والمقربين وال. طيب مين فينا نسمي العراب بحياة أوغر اللي كان يمسك بإيده ويرشده للاختيارات الصح بالفن أو بالحياة الفنية؟ يعني أبويا اللي هو أقرب شخص إلي واللي هو من البداية وياي ولحد الآن. الله يطول لك بعمره ويخلي كل بعض. شكراً. بدنا نسمع شيء بصوت أوغر لهي الليلة. تمام، تدللي. تفضل. وي ظالم 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 يا لامر براتا دنيا لنا ميت نواتي بيشا يا لامر براتا دنيا لنا ميت نواتي بيشات خضرا ديو أربع قنجياتي الدنيا مجخت لي خامو علمت أثق ريلا لبي دي رشق هوري مروي ظالم وي ظالم وي ظالم يا مريم يا بيش أقول بي كبن 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 ساعة ولبي تشوق النار كبن 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 ساعة ولبي تشوق النار من أخمد ما رح قيلي هملصني ومعلقيلي ومن أخمد ما رح قيلي هملصني ومعلقيلي وهرب دار بجباء النار كبن 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 النار ساعة ولبي تشوق النار كبن 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 النار ساعة ولبي تشوق النار وصلي ناشد ماضي لا باخي ولا دمع عندي وصلي ناشد ماضي لا باخي ولا دمع عندي بس القاري كذوي شمه كبن 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 النار ساعة
ساعة ولبيت شوق النار كبن 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 النار ساعة ولبيت شوق النار. طبعا ما بعرف شو احكي عن هذا الاداء الرائع بس اظن اللهجة اشورية صح؟ هي الكلدانية هي كلدانية إيه؟ بس كتير هيك الريتم إيه والكلام يعني انه إيه بتحسها قريبة كتير فرفشة إيه هي كبن كبنغ يعني احبج كبن كبنغ يعني احبج احبج إيه حلو يعني الغنية وحلو الأداء عاشت شكرا تسلميني شكرا خلينا هلأ نتركك شوي ونرجع لرنا. رنا خلصنا أو طلعنا من عالم الطفولة وفتنا بمجال الاحتراف، مين كان الداعم الأساسي أو الحقيقي لرنا بمسيرتها؟ عائلتي بصراحة هم الداعمين إلي والأقرب لروح رنا من العائلة يعني؟ والدي. يمكن يكون من العائلة والدي ممكن يكون من الوسط الفني ممكن يكون خارج أكيد 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 يعني الدعم الأساسي صراحة هو والدي لهذا الوسط الفني يعني ومثل ما تفضلت وقلت لك قبل شوية أنه التجأت للفن يعني يعني حبيت أنه أكمل طريق الفن أكثر من الدراسة بصراحة وانت وهو دعمي الوحيد انه تكملي بهذا الطريق طيب شاء الله. هو السقف لطموح رنا والله هو كل انسان عنده احلام وطموح بحياته اني تقدرين تقولين غبت فتره عن الساحه الفنيه ولكن كل انسان تعرفين عنده اسبابه الخاصه وان شاء الله هسه راجعه بقوه باذن الله يعني راجعه بقوه وراجعه عندي اعمال جديده ولازم أكمل اللي بديت به طبعاً نحن ومن حق الجمهور طبعاً حابين نعرف شو هي الأسباب اللي خلت رنا تبتعد عن الساحة لهي المدة هو يعني تقدرين تقولين شيء خاص بصراحة المهم تكون قصص متعلقة بالصحة أو لا لا الحمد لله ماكو هيك شيء يعني بصحة وخير والألف الحمد لله وشكر ولكن تقدرين تقولين أسباب يعني شخصية لمين حابة رنا تقول شو ذكرك بينا؟ هاي أغنيتي المفضلة تقدرين تقولين بدايات رنا وليد ونجاحات رنا وليد من هاي الأغنية نعم طيب شو ذكرك بينا هي من الأغاني اللي بلشت فيها رنا مع الفنان والملحن علي صابر والشاعر صباح الهلالي وكانت رنا مجتهدة بهذاك الوقت دور على اللحن والكلمات احكي لنا عن الغنية وليش بطلت رنا بهال خلينا نقول النشاط في البحث عن الأغنية والله هو كان اختيار يعني من كل الأطراف يعني اختيار انه تقولين اختيار ذكي بصراحة بصراحة أنا أول ما عرضوا علي هاي الأغنية يعني سمعتها لأكثر من شخص بالبداية عائلتي أني وملحنين وشعراء فشفت أنه هي تناسبني بصراحة ومن غنيتها قلت لك كانت بداياتي شفت الخير عليها لحد الآن الحمد لله الناس تحبها وتحب تسمعها حتى فنانين أصدقائي أوجه لهم تحية طبعا غنوها يعني غنوها مكانات عامة حلوة وحتى غنوها أحلى مني بصراحة وكانت يعني فاتحة خير علي هاي الأغنية وكان أول تعامل مع علي صابر هو تقدرين تقولين يعني أخذت منه هواية أعمال ولكن إحنا من الأوائل كانت نعم نعم احكي لنا تعاملك مع الشاعر علي فريداوي علي فريداوي عندي أعمال منه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه ويغمد روح الجنة عندي أهم أغاني عندي من عنده يعني أخذت منه ومن تركت تقريباً فترة بعد ما تواصلت وياه الله يرحمه الله يرحمه طب حابين نسمع إيش ذكرك بينا بصوت رنا لهي الليلة حتى نتذكر الأغاني الماضية والماضي الجميل لحتى سنة 2022 نرجع لهداك المستوى إن شاء الله اتفضلي
يا رن يا رن يا رن إش عجب للحين عند عيون يا يا رن يا رن يا 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 رن إش عجب للحين عند عيون عند عيون يا رن ولا بطل دمع حندوم ولا بطل محل دام يجران يعين الله دليل الحمل يعين الله يعين الله يعين الله دليل الحمل يا ريان الدهر طبق جفح باب علي ما صدقنا نرتاح ونقول الألم راح ما صدقنا نرتاح ونقول الألم راح ليش بإيدك تجيب وتجينا يا معود دخيلك مو نسيت يوم اجابك وذكرك بيه يا معود دخيلك مو نسينا اليوم اجابك وذكرك بيه يا معود دخيلك مو نسينا ما صدقنا نرتاح ونقول الألم راح بإيدك تجيب وتجينا يا معود دخيلك الله الله يعطيك العافية. يعافيك يا حياتي. Thank you. تسلمين يا غالية. هلأ بنرجع لأوغر.
أوغر طبعا بينقال عنك بأنك هادي كتير هذه الشخصية أو أنت خجول، بس نحن هلأ شفنا قدامنا على الستيج لا بالعكس ما بتنطبق عليه أبدا هاي الصفات، فأحكي لنا عن طباعك شوي. إيه يمكن الهادئ إيه بس الخجول مو كثير يعني خجول. أنت شو برجك؟ أنا قوس. أنت قوس. مواليد 12-12 ساعة 12-96. لا هذا هيك يعني ساين حلوة هاي. طيب أنت هلأ بتحس حالك أنه بعد بكير على هاي الشهرة اللي لازم أوغر يوصل لها، أو شو هو الوقت أو المتطلبات لازمة حتى يوصل أوغر للنقطة اللي حابب يوصل لها؟ هو أكيد الواحد إش قد ما يتعمق بالفن وإش قد ما يتعلم ويثقف موسيقيا وفنيا شوية، لأنه إحنا ما زلنا نقطة في بحر من الفن، وين راد بعد وبعد وأكيد يعني. نعم هلأ أنت أكيد يعني عم تتعب على حالك، بس خلينا نقول شو هو طموح أوغر على مستوى العراق والعالم العربي؟ يعني طموحي يمكن كطموح أي فنان من نجم من نجوم الفن العراقي والعربي. يعني أنت مثلا اليوم بتطمح توقف على مسرح قرطاج أو تقدم مثلا حفلات كبيرة بالعالم العربي، ولا لا أنه نحن موجودين بكردستان والشهرة لهون وبتكفي؟ المشكلة هي إحنا بأنه نغني يعني الآشوري أو اللغة السريانية يعني أكثر شيء، العربي والكردي والعراقي نغنيه مثلا بأمسيات بحفلات، بس كأغاني خاصة نغني يعني أنا أغني بس الآشوري. طيب كأغاني شو السبب خاصة اللي الأغاني الآشورية أو باللغة المسيحية خلينا نقول قليلة الانتشار أو منا معروفة هالقد؟ ماكو دعم فني، ماكو أي جهة تدعم يعني هاي طب ليش أوغر مع فنانين آخرين ما يعملوا رابطة أو أنه مثل نقابة بتجمعهم وبتدعمهم، مثل ما نحن بنعرف كردستان بتدعم كل الفئات وكل الـ خلينا نقول الأقليات، ليش ما ينعمل هيك نوع من الروابط؟ ما أعرف صدقي يعني بصراحة ما عندي أي معلومات عن هذا الشيء. ما فكرتوا انه كشباب جيل صاعد تعملوا مثل هذا المشروع حتى تدعموا الفن باللغات السريانية او الاشورية او الكلدارية؟ صراحة لا، بس هي فكرة حلوة يعني الواحد يطبقها. وهلأ هوغر حابين نسمع شيء من اختيارك، الميكس الكردي الاشوري اللي حكينا عنه قبل شوي. بليز اتفضل على الستيج سمعنا. وي نرجس 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 زنار جواني، وي نرجس 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 سرقلو بريواني، وي نرجس 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 زنار جواني، وي نرجس 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 سرقلو بريواني. قسم شاطر خبراني نرجس زينار
جواني تصنيقات بيان صار قلوبي رواني وي نرقص 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 زينار جواني وي نرقص 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 صار قلوبي ريفاني. شو هالميكس الحلو والأداء الأحلى. شكرا شكرا لإلك وعافية إيدك. مشاهدينا الكرام فاصل وبنرجع منكمل باقي حلقتنا من Art Time. اريد اشرد بهيم بهيم وما حد وياي اريد اشرد بهيم وما حد وياي بويا لا 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 من نتلو تعداي لا من لتلي ولا يا ذلة تعداي اريد ابكي على كيف على كيف يا 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 با الله الله
تونس بالافراح يا والد قول حين عليك واشتاق وانت اليوم متونس طلع الافراح وانسى تريد اليوم تنسى طلع الافراح وانسى تريد اليوم تنسى صدق سويتها منك الارض صح على قاطع بيك بس مو بدي عفتك وريتك عود تسأل علي علي تقريت تقعد تسال